شكرا لك احمد، متواصلين معكم في نقل صوره الجماهير المتواجده معنا. وجماهير العراقيه بطبيعه الحال متحمسه، فخلنا نبدا معاهم بهذه الاغنيه. يلا معك لازم ينغلب الاردن، لازم ينغلب الاردن. انتم متحمسين، احنا حتى بعد ما سولفنا ما تكلمنا معكم. قطر ناخذ الكاس ونرجع لبغداد، بس الجمهور السعودي حصلته هناك قال لك احنا رايحين بالكاس للرياض. لا الرجعه مثل 2007، الرجعه للعراق ان شاء الله. ايش قلتوا في 2007؟ تتذكرين ايش؟ تتذكرين لو ناسي احنا ابطالك اسيا. بترجعوا مره ثانيه ابطال اسيا، يبقى بطل اسيا. هسه بطوله الخليج احنا اخذناها 25، وهذا وقت العراق. خلاص بطولتين بعد سنه تاخذ بطوله حالي بالصين لو برضه الشام. علمنا فوق الاعلام، رايت وطننا العالي. هون ها اخوتي، ها مشيئه الله سعود. بنص الملعب، بنص ملعب قطر ظل يهتف الجمهور. الجمهور العراقي يقول بنص ملعب قطر ظل يهتف الجمهور، عراقيين نبقى للخليج السور. عراقيين نبقى وللخليج السور، ما ناسين كاس ال25 بملقاها، وكل شعبها قطر ماكو قصور. او تعنينا للخوة اليوم، تعنينا للخوة اليوم، تعنينا للخوة اليوم. اسمع اسمع اسمع، بملعب قطر لاعبنا احمد راضي خلف سباع. احمد راضي خلف جيل ان شاء الله. بملعب قطر لاعبنا احمد راضي خلف سباع، والجمهور شد من القاع. ذول احنا العراقيين نلوي وما لوى نذراع. خسرنا القال اغلبهم، خسرنا القال اغلبهم. البطولة عراقية بدون منازع. يسمعك يسمعك يسمعك، هو ايش معليش على نور راس. اليوم البصرة تعنت، اليوم البصرة تعنت، اليوم البصرة تعنت. تجيب الكاس وما تطيل، اليوم البصرة تعنت. تجيب الكاس وما تطيل، اليوم البصرة تعنت. يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه. تعال تعال خليك هنا، خليك هنا بنسمع الشباب بعدين برجع لك. حلو بتمشي، يلا نعطيه بعدين برجع لك. حلو يلا ايش بتقول له؟ خلي اعطيه فرصه بيتكلم. معليش اخواني العراقيين على عيني وراسي، بس الفوز بمشيئه الله سعودي. بتروح للرياض؟ لا مو بروح للرياض، بروح للمملكه العربيه السعوديه كلها كافه. هذا جوازك تحتاجه تحط الستيكر بي مال الخروج اللي رجعك به للدولة السعودية. مع الكاس، لحظة، مع الكاس ولا بدون الكاس؟ النهائي ان تواجهنا، ان عبرت كوريا. بس الكاس السعودي يعني بمشيئة الله. هو يقول كاس عراقي. احنا ايش اللي نريده بس؟ احنا ايش اللي نريده؟ البطولة العربية. ان شاء الله. للعراق، للسعودية بنفرح كلنا، بس خليك عشان الكاميرا. مساء الخير قناة ان شاء الله السعودية بمشيئة الله. خلنا وين الكابتن؟ كلمة لكل الجماهير العربية اللي موجودة. كل الجماهير هنا موجودة بروع عالية، والكل تدعم منتخباتها بالطرق اللي متوفرة عندها، بالأهازيج اللي متوفرة عندهم. الحمد لله الأجواء بقطر طيبة، وكل المنتخبات مستعدة بما فيها المنتخب العراقي، مستعدين لاعبين وجمهور وأتم الاستعداد. إن شاء الله يوم الاثنين راح نلاقي المنتخب الأردني، ومستعدين لهم قوة استعداد. وإذا التقينا إن عبروا السعودية، إن عبرت كوريا الشمالية، نلتقي وياهم بنصف النهائي. فأيمن حسين دزلهم رسالة من وضع العلامة مالت الكابتن مثل ما سواها يونس محمود 2007، خلاها ودزها رسالة لكل المنتخبات. بتنعاد يعني؟ فمستعدين نعيدها احنا، لأنه المنتخب العراقي استعد استعداد تام، من اتحاد، من حكومة، من شعب، من جماهير، وأنت جاي تشوف. أكيد. مستعدين لهم، وبحيل الله اللقب نتمناه عراقي وان كان عربي. اكيد ونتمناه. هاي كره قدم ما بيها اكيد. متمنين احنا يكون عراقي، اذا كان عربي فالحمد لله ما طلع. بس نمني النفس بلاعبينا ومدربنا وكل القائمين بالاتحاد، نمني النفس بان يكون اللقب عراقي، لانه متعطشين الافراح. واحنا بنفرح معكم. بس لحظه خلى عشان ناخذ الشباب كلمه. كل الفرق نحترمها بصراحه، كل الفرق حلوه تلعب،
فرحنا حلو دا يلعب والجمهور العراقي كله اجى من بغداد كميات كلش جاليه كلش قويه دا تجي يمكن اكثر بطوله بيها جمهور عراقي دا يكون بيها موجودين واحنا ويا الجمهور العراقي ويا المنتخب العراقي بكل لعبه وكل لعبه بالنسبه لنا هي النهائي ان شاء الله لحد ما نوصل للنهائي ان شاء الله واحنا نستمتع بالجمهور واللاعبين خلنا ناخذ الكابتن وعدني باغنيه بتغني الأغنية صح ولا لا صحيح. يلا خلنا نسمعها يا عراق ترجع شي أكيد بحالك يضحك نهارك يا وطن ويليلك جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي شي تريد اطلب منا ونسوي لك منا اطلب اللي تريده كيفك تدلل انت وطننا نريدك ترجع الاول يا حبنا الاكبر نحبك اكثر الله اكبر شكرا تحية شكرا لكم يعطيكم العافيه شرفنا فيكم شكرا لكم وان شاء الله نحتفل معاكم بافراحكم يلا خلها تعال 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 هنا تعال اردن لازم ينغضب هذه البدايه ها يلا شكرا لكم ايش بتقول أول شيء حي إذاعة أو قناة الرياضية العمانية وحضور في دولة قطر طبعا دولة قطر دوحة للجميع العرب وجميع دول العالم وضامين كأس آسيا 2024 إن شاء الله وإن شاء الله الكأس إذا مو سعودي إن شاء الله يكون من أحد الدول العربية الشقيقة هذا اللي احنا نريده الكأس عربي إن شاء الله وإن شاء الله أنه سعودي 99.9 أنت ما قلت لما كان الجمهور العراق موجود صح؟ والله شوف والله كفو لما راح قلت كفو والله العراقيين كلهم والله كل العرب كفو والله كلهم كلكم كفو إن شاء الله وإن شاء الله الكأس عربي وإذا خرج من السعودية ما يأخذ الله واحد عربي إن شاء الله إحنا هذا اللي نتمنى شكرا لكم يعطيكم العافية شكرا لكم مرة ثانية أنا ما بتكلم الوعد الميدان يلا لا تصيح كثير عشان ما تنصدم خلاص بنشوف إن شاء الله لما تتقابلوا هذا كان قولتنا مع الجماهير في سوق واقف نعود الآن إلى الزميل أيمن الفجراني في درب لوسيل أيمن تفضل